بعد كده هنعمل ايه بقى؟ هنعمل البرجر بتاعنا. نسمع بقى منش. طب البرجر واحنا في لايف. هنعمل الكونتور بتاعنا، ممكن نستبدل البولا برونزر والكونتور الغالي بحاجه تكون ارخص شويه زي الباليت اللي بتكون ان واي اكس او ميك اب او فور ايفر 52، يكون فيها الوان كتير، كونتور وبرونزاج وهايلايتر وكومباكت وكل الكلام ده، بس الدرجات هنا غامقه قوي، فانا عايزه حاجه تكون دافيه شويه. هستخدم بولا، بس انا قلت لكم على البديل. تمام، بعدين هبدا احدد الكونتور بتاعي زي ما كنت عاملاه بالباودر بالظبط. خليني بقى اقول لكم ان انا عايزاه يبقى حاد شويه وشكله واضح اكتر من امبارح، علشان اللوك خلاص بقى ما فيهوش حاجه سامبل، فاحنا عايزين الكونتور يكون ظاهر معانا وشكله باين. ايوه، هو احنا مش احنا اوريدي عملنا الكونتور، ليه بنعمل كونتور تاني؟ ده مش كونتور، ده برونزاج، حاجه خفيفه خالص تظهره. مش احنا حطينا باودر بقى والدنيا خفت شويه؟ انا بحط حاجه تكون اخف، شايفين الدرجه اللي انا بحطها عكس خالص الدرجه الكريمي اللي انا كنت حطاها في الاول. البالت دي ايه انا دورت عليها ومش لاقيها خالص. موجوده عند زهره، بريتي باي زهره موجوده عندها، وفي منها السنجل كل لون في علبه لوحدها، بس دي حلوه قوي ومنجزه يعني. وبكمل الكونتور بتاعي على فوق زي ما عملته في الاول، علشان يكون شكله مسحوب وعامل ليفتنج كده للقشره. وهعيد حاجه بسيطه على الدقن، وبعد كده هنستخدم البلاشر. هسيب البلاشر ينزل. هاخد البلاشر حاجه على اورنج شويه او على نون شويه، عشان اللوك مش هيستحمل بينكات معانا خالص، وبحطه فوق شويه الكونتور. وبعد كده يجي عندي مرحله التنظيف، هي اللي هتبين لي شكل الكونتور ويظبط معايا الدنيا اكتر. هاخد تحت الكونتور كده واسحب الخط ده، هتحسوا انه اتحدد شكله ظهر معايا. دي درجة كام ده؟ دي درجة واي 225 ميك فريد. وهاكل شوية من هنا في الأرنبة، لما بتبقى نازلة قوي بحب اكلها تكون فاتح من هنا، بتحس انها قصرت شوية معايا.
وبروح بقى اشيل كل الزياده ارش فيكس. شايفين الشكل بقى عامل ازاي؟ تسلمي يا روحي. او في الحقيقه احلى كتير من الشاشه.